غادي نشرب لك كاين اختي فراجه فراجه زعما انت نسيتي هذيك الفلاحه اللي ديرتي في راسي انت ها انا اللي راجلك ما قدرتش نهضر معاك دابا واش غتفرجني ولا اش غتقلب احمد طاهر الادريسي مخرج فيلم مراكش المغربيه. هذا الفيلم تيعود على واحد الحائله فقيره اللي كتسكن في حي الصفيح وقرروا انهم يسكنوا في سكن اقتصادي انهم يدوزوا من مستوى اجتماعي الى مستوى اجتماعي احسن. بالتالي خصهم يديروا كريدي للبنكه. هذا الكريدي تيتفض لهم تجي لجنه تتفض لهم هذا الكريدي وتيمشيو للبنكه باش يتعرفوا على الاسباب. وهذه الاسباب هما تيحتجوا غادي يطيحوا في مازق تلقاو راسهم بالصدفه خاونين بنكة. خير هذا؟ ياك كملات؟ هذه كتفز ديالي ياك؟ باش تشري بنكة في الامارات. لقي لا واقع شنو هي الخمسة؟ لقي هذه كونطرا ديال جهنم تبرج هذا اللي وليتي فيه. كيفاش اللي بغات؟ كيفاش اللي بغات؟ الدور ديالي ديال امل كنتمي للعائله الفقيره اللي كتبارك البنكة. وكان الحلم ديالي انني نمشي للامارات. دونك حنا كاملين كاع اللي في العائله ديالنا كل واحد ملي شفنا داك الكريدي كونسوماسيون كل واحد كان عنده حلم باغي يضرب دوك الفلوس. ولكن في النهايه كنلقاو راسنا مع خوتنا في وسط بنكه كنبركيو فيها وما بغيتش نحرق الاحداث. كنقول للناس يجيو يتفرجوا وديك الساعه يكتشفوا الفيلم وان شاء الله غادي يعجبهم. اللهم على وكملات صافي ها هي جمعت الله ربا رضي الله عنهم ليك. بل هي فلوس مخبولي وخاصك دير معاهم شرع الله. بل السرقه حرام ولكن هذا الرزق الا وظفتو انا في الحلال غيكون احسن. الدور ديالي كانت اول تجربه ليا وانا يعني ملتزم واخواني كان خاصني نكون جوست في الفيلم ماشي ما تنضحكش كيف كنقولوا. المهمه ديالي في الفيلم كانت صعيبه شويه لان كانوا ممثلين كبار وكانوا ممثلين عندهم جمهور يعني ناس اللي مولفه البلاطه ومولفه تشورناج فاطم الزهراء بن ناصر نور الدين بكر مهدي فلان غسان هادو ناس عندهم جمهور ديالهم ومولفين الناس ومولفين. كانت تجربه جديده الحمد لله ما تنتمنى معنا ما نقولش لك كنت في المستوى ولكن كنتمنى الناس تقول انني كنت في المستوى. والحاجه الوحيده من هادشي كامل هو ان الاعجاب ديال الناس. شوفي كاع تصورك في الجهاد انا ما عرفتش من بالو لي كانت التصويره جاتك واه ياك ما انتي لاحظتي عليه وما خالتي تنقول لك هاد خالتي خليها في داركم هنا كوميسارية. اولا هاد التجربه جاتني زوينه لانني اشتغلت مع ممثلين جداد اللي ما سبقش لي انني اشتغلت معهم في اعمال اخرى كفاطمه الزهراء بن ناصر كبديع الصناجي. تلاقيت معه ثاني مع نور الدين بكر في هذا العمل كنت سبق لي تلاقيت معه في سلسله السكن المسكون وعاوتاني حصل لي الشرف انني نتلاقى معاه لانني استفدت من هذا ليكيب. لقيت عاوتاني في هذا البلاطو ديال التورناج ديال براكاج على ماروكام لقيت واحد النفس اخر واحد العمل بطريقه جديده والحمد لله نتمنى انه الجمهور المغربي يتفرج فيه ويعجبو. كتعصب وانت كتدق عليا بحال غادي نحل ليك. اوليدي اوليدي انا زيد راني مزير اوليدي راني مزير صافي سير سير هذاك راه في مرتبة تبروك الله يرحمه انت وليتي غير كترون بلا ما تبدا تربي فيا بلا ما تبقى تربي فيا. الدور ديالي كان دور فاش قريته في السيناريو عجبني بزاف قلت دور قريب ليا فهمتي هبيل وكوميك وداك الشيء وفي الاول كنت متخوف تنقول واش غادي ننجح فيه ولا ما ننجحش اول تجربه في السينما ولكن تنظن من بعد انني تفوقت ان لانه كان مزيان وعجب الناس ياك.